السيد مديرها المحترم جاء الجزائر جيدا ودرس المرافقين الله يبارك فيهم من وزارة التعليم العالي. تم تدارس في هذا اللقاء مختلف آليات التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والعمل على مضاعفة جهد الجزائر في هذه المنظمة، وإن شاء الله هو ستشهد السنوات القادمة بإذن الله تضاعف كبير ودور كبير محوري سيكون للجزائر في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال الأنشطة والتوجهات تبادل التجارب. تحدثنا في جوانب كثيرة تخص العمل التشاركي والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تحدثنا كذلك على كل ما تستطيع الجزائر أن تسهم به في إطار هذه المنظمة، والجزائر دولة وزنة وفاعلة في هذا التنظيم.